لو الحكاية فيها إن فيتو الوضع الحالي احنا كنا هنا تنعيم الجالية الفرنسية عشان دقيقة سقوط احترامها لواحد الناس اللي توفوا في فرنسا الصهيونيين بيسمعوا كلهم طبعا طبعا مش احنا بس مش كفرنسيين كلهم كل الناس زعلانين انه حاجات زي كده بتحصل وانا كشخص بقالي سنين 35 سنة عايش في مصر زعلان برضو على اللي حصل في شرم الشيخ يعني مؤخرا بس عندي رسالة عندي كلمة بقول مش لازم نخاف من الإرهاب لأن الإرهاب عمره مش هيكسب حاجة هنكمل المشوار المصير في مصر في فرنسا هنستمر في العلاقات طبعا سياسية سعادة السفير كابتن هتلر الموضوع ده السفير الفرنسي انا شخصيا بتكلم بس بخصوص التجارة الثنائية بين مصر وفرنسا هنكمل زي ما قلت من شوية هنكمل العلاقات هنكمل المشروعات الادوات الوفود الفرنسيين هيجوا بعد بكرة في وفد جاي على بوش ده مهم جدا في مؤتمر عن السكر والمصريين قبلوا رأيهم واستعدادهم يروحوا فرنسا مش لازم نخاف من الإرهاب الإرهاب موجود النهارده مش في مصر أو في فرنسا موجود في كل حتة بس لازم كل واحد يعني هو وضميره ويكون مصر على إنه يكمل الحياة العادية كل يوم ما أخذ شوية في عين الاعتبار ممكن يكون في خطر هنا ولا هنا بس فيتو.